السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نبص مع بعض على دراسات سلاح التلميذ ستة ابتدائي. اعذروني زوري، الجو تلج 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 وكحم ممرمطاني. تعالوا نشوف دراسات ستة ابتدائي موجود هنا بداخل الكتاب ملحق المراجعة والامتحانات وأطلس الخرائط وإجابات النموذجية. كل ده جوه الكتاب، مفيش ملحق مع الكتاب خالص، هو الكتاب لوحده بس. أنا هنا فتحت أول الكتاب اهوت، أنا في صفحة رقم 11. اللي فات ده كله كان توزيع المنهج اهو، والموضوعات بتاعة المنهج وتوزيعات المنهج. وهدخل على اول حاجة، اول درس اسمه المجتمع والثقافة ونمو وتوزيع السكان في الوطن العربي، وده شكل سلاح التلميذ من جوه. وبرضو بالليل ان شاء الله هعمل لكم مقارنة ما بين كتاب سلاح التلميذ دراسات ستة ابتدائي وما بين الاضواء، لان الاضواء وصل. ده هو في اختبارات على الدرس. الدرس اللي بعده قصائص السكان، تمام. تعالوا نشوف من ورا بقى الكتاب فين ملحق الخرايط بتاعته. ده هنا عامل لي ورا كل درس تاريخ في ملخص حلو جدا، بحب انا ملخص الدروس ده جدا لانه بيساعد في امتحانات الشهر ويديني بنك اسئله على الوحدات. هنا كده انا دخلت على اختبارات سلاح التلميذ، وانا كده دخلت في الاطلس والمراجعه، وجايب لي كمان جزء للمهام الادائيه. شوفوا بقى الاسئله ومراجعه ليله الامتحان، بحب قوي انا الجزء بتاع مراجعه ليله الامتحان ده جدا جدا، تمام. وفي الاخر كمان اجابات. الكتاب عامل 140 جنيه، نازل ب 140 جنيه، وان شاء الله كمان هنزل لكم الاضواء.